بسم الله الرحمن الرحيم آه اخر طريقه ان شاء الله هناخدها من طرق الانتجريشن اللي هو انتجريشن باي بارشل فراكشن البارشل فراكشن بيجي لك المساله على صوره انتجريشن لراشونال فانكشن داله كسريه بيبقى النومريتور والدينومريتور عباره عن بولينوميالز يعني دوال كثيره حدود يعني ايه كثيره حدود يعني يبقى عندك الدوال اللي فوق وتحت عباره عن اكس اكس سكوير اكس كيوب اكس باور فايف كلها اكسات مرفوعه الباور ما فيش فيها اي داله من الدوال الخاصه ما فيش فيها ولا ساين ولا كوزين ولا لين ولا اي حاجه من دي عباره عن بولونوميال على بولونوميال كلها اكسات مرفوعه الباورز مش اكتر اولا عشان اعمل بارشل فراكشن لازم اتاكد ان الديجري اوف النومريتور لس زان الديجري اوف الدينومينيتور يعني درجه اللي فوق اقل من درجه اللي تحت او درجه البسط اقل من درجه المقام طب لو كانت اكبر منها او بتساويها بعمل الاول لونج ديفيجن اسمه مطوله لغاية ما اوصل ان يبقى درجة اللي فوق اقل من اللي تحت وابدأ اعمل البرشل فراكشن معناها ايه برشل فراكشن معناها ان انت لو عندك انتجريشن لأي راشونال فانكشن على صورة مثلا f of x over g of x dx فانت بتقسمها لفراكشنز صغيرة لكسور صغيرة يعني الفراكشن الكبير اللي انا مديهولك انت بتجزأه لفراكشنز بحيث كل فراكشن من ده الانتجريشن بتاعه يبقى حاجة سهلة أوي اعرف اعمل لها انتجريشن تعالوا الاول نقول الكيسز وبعد كده ناخد عليها اكزامبلز انا عندي اربعه كيسز للبرشل فراكشن الكيس الاولى انا هيبقى عندي الـ انا طبعا لما يجيلي المساله فيها انتجريشن هتاخد الفراكشن اللي جوه الانتجريشن ده في جنب تعمله برشل فراكشن وبعد كده ترجعه جوه التكامل وتبدا تعمل انتجريشن كل ترم لوحده فخلونا ندرس الفراكشنز او الكسور لوحدها كده بعيدا عن التكامل لو أنا عندي فراكشن f of x over g of x أول خطوة هعملها هروح أعمل فاكتورايزيشن للديناموريتور لأبسط صورة، يبقى أنا ماليش دعوة باللي فوق، الفانكشن اللي في البسط دي اللي هي f of x ماليش دعوة بيها، الديناموريتور بقى عندي أربعة كيسز، الكيس الأولى لما تيجي تعمل فاكتورايزيشن للمقام تطلع different ديفرنت brackets from first degree يعني أقواس مختلفة من الدرجة الأولى يعني لما تيجي تحللها كده يطلع اكس بلس واحد في اكس ماينس تلاتة في اكس بلس خمسة يعني كلها اقواس من الدرجة الاولى وكلهم مختلفين عن بعض. انا عادة بفرض اللي فوق على اقل من اللي تحت الدرجة. يبقى انا بفك الفراكشن ده على صورة كونستانت على القوس الاول بلس كونستانت على القوس التاني بلس كونستانت على القوس الكو التالت. هسمي الثوابت A و B و C يبقى ايه على القوس الاول بلس B على القوس التاني بلس C على القوس التالت. ويبقى انت مهمتك اللي جاية ان انت تحسب قيم الاي A وال B وال -C وهنقولها ازاي جوه اكزامبل بعد شوية الكيس التانية لما تعمل فاكتوريزيشن للمقام يطلع اقواس ريبيتد من الدرجة الاولى يعني اقواس مكررة من الدرجة الاولى ريبيتد براكتس فروم فيرست ديجري يعني مثلا يطلع المقام بتاعك x-1 في x-1 في x-1 يبقى كأنها x-1 باور 3 يطلع اكس بلس 3 في اكس بلس 3 في اكس بلس 3 في اكس بلس 3, 3 يبقى كانها اكس بلس 3 باور 4 وهكذا فانت بتفرض الفراكشنز ازاي بفرضها كده ثوابت في البسط واحط تحت في المقام باخد القوس اللي في المقام باعلى باور يبقى باور 3 انقص من الباور 1 يبقى باور 2 انقص من الباور 1 يبقى باور 1 واحطه فوق اي بي سي برضو يبقى مهمتنا ان احنا نحسب مين قيم الثوابت اللي اسمها اي وبي وسي الكيس الثالثه نفس بقى التو كيسز اللي احنا خدناهم فوق بس بدل ما هقول لك درجة أولى هقول لك درجة تانية يبقى لما تيجي تعمل فاكتوريزيشن للدينومينيتور نعمل فاكتوريزيشن للمقام يطلع ديفرنت براكتس فروم سكند ديجري يعني أقواس مختلفة من الدرجة التانية يبقى أنا بفرض اللي فوقها أقل منها درجة يبقى أنا بفرض كده باخد القوسين اللي في المقام أفكهم لاتنين فراكشن يبقى ترم بلس ترم وأحط تحت في المقام القوسين اللي مضروبين في بعض كل ترم فيه قوس وبكتب فوق اي اكس بلس بي والتانية سي اكس بلس دي يبقى عندي هنا الثوابت اللي انا عايزه احسبها اسمها A و وبي وسي ودي انا كل الكلام ده بقولك لك فور اكزامبل انا كاتبه لك كده اكزامبلز الكيس الرابعه لو انت رحت عملت فاكتورايزيشن للدينومينيتور يطلع عندك اقواس من الدرجه الثانيه ريبيتد يبقى ريبيتد براكتس فروم سكند ديجري يبقى انت بتفرضها ازاي هنفترض انها طلعت مثلا اكس سكوير بلس 5 الكل باور 3 يبقى كان الاكس سكوير بلس خمسة دي اتكررت تلات مرات يبقى انت بتروح تفرض تلاتة فراكشن بتحط تحت القوس باعلى درجة الفراكشن اللي بعده ينقص واحد الفراكشن اللي بعده ينقص واحد وطبعا بفرض في البسط معادلة من الدرجة الاولى in general اي اكس بلس بي والتانية سي اكس بلس دي والتالتة اي اكس بلس اف تعالى بقى نشرحها على اكزامبلز لان انا ممكن اعمل لك ميرج كده ادخل الكيس الاولى مع التانية مع التالتة يبقى مش كل كيس بتيجي لوحدها ده انا ممكن ادخل الحاجات دي كلها مع بعضها نشرحها لاكزامبلز عشان الدنيا توضح اول اكزامبل اهو بيقولك evaluate ايفالويت ذا integral انتجرال وادالك انتجريشن ل x بلس واحد اوفر x كيوب بلس x سكوير ماينس 6 x كل الكلام ده دي اول خطوة هتتأكد ان الديجري اوف النوميريتور لزان ديجري اوف denominator يعني درجة البسط اقل من درجة المقام طبعا الدرجه اللي هي الباور اللي على الاكس يبقى انا عندي فوق معادله من الدرجه الاولى وتحت من الدرجه الثالثه يبقى اللي فوق اقل من اللي تحت يبقى انا هعمل البرش الفراكشن على طول ها هاخده بره التكامل افكه كده واصفيه وبعد كده ارجع ادخله جوه الانتجريشن تاني يبقى انا هاخد اكس بلس واحد على الدينوميريتور ده كله وابدا اصفي احنا قلنا اول خطوه هعمل فاكتوريزيشن للدينوميريتور لابسط صوره يبقى اللي تحت ده لما تاخد منه اكس كومن فاكتور يتبقى اكس سكوير بلس بلس اكس ماينس 6 طيب هل اللي بين قوسين ده يتحلل اه يتحلل يتحلل الاكس ماينس 2 في اكس بلس 3 يبقى بص كده على المقام بقى شكله ايه بقى اكس في اكس ماينس 2 في اكس بلس 3 كل ده والبسط اللي هو اكس بلس 1 بنزله زي ما هو المقام بقى شكله ايه انهي كيس من الاربعه كيسز اللي احنا لسه واخدينهم الاكس اللي تحت دي كانها اكس بلس 0 يعني كانها براكت من الدرجه الاولى وجنبها اكس ماينس 2 ده براكت من الدرجه الاولى اكس بلس 3 براكت من الدرجه الاولى كلهم مختلفين عن بعض يبقى انا بفكها كده طالما تلات اقواس مضروبين في بعض يبقى انا بفكها لتلاتة فراكشن واكتب فوق كونستانت 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 يبقى ايه بي سي تحت بحط اكس واكس ماينس 2 واكس بلس 3 ويبقى انت مهمتك دلوقتي ان انت تحسب مين تحسب الاي والبي والسي انا عندي طريقتين لحساب الثوابت الطريقه الاولى اللي احنا بنسميها الطريقه المباشره والطريقه دي بتنفع لما يكون المقام اقواس مختلفه من الدرجه الاولى يبقى انا هشرح لك الطريقه المباشره على الاكزامبل ده بعد كده الطريقه بقى العامه اللي بتنفع على كل المسائل هنشرحها في الاكزامبل اللي جاي يبقى الطريقه المباشره اللي احنا هنقولها دلوقتي هي اللي بتنفع للمساله اللي انت فارض فيها الثوابت فوق والمقام اقواس مختلفه من الدرجه الاولى اول حاجه عايز أحسب قيمة الـ A هنحسبها بمجرد النظر أنا شرحها لك كده تحت بس إنت لما تيجي تحسبها هتلاقيك بتحسبها بمجرد النظر، إنت عايز تحسب قيمة الـ A مين يخلي المقام بتاع الـ إيه بزيرو؟ إن أنا أحط الـ x بزيرو، تقوم رايح للخطوة اللي قبلها أنا عاملة لك سهم بالأزرق رايح للخطوة اللي قبلها، وتروح تخبي الإكس اللي في المقام خبيها كده بإيدك وروح عوض في بقية الفراكشن كله عن كل إكس بزيرو يبقى زيرو بلاس واحد على زيرو ماينس اتنين في زيرو بلاس ثلاثة يقوم يطلع الكلام ده بكام بواحد على ماينس ست يبقى دي كلمة ايه الاي مباشرة بنفس الطريقة هحسب البي والسين عشان احسب البي مين يخلي مقامها بزيرو ان انا احط الاكس باتنين روح للخطوة اللي قبلها وخبي المقام بتاع البي يبقى خبي اكس ماينس اتنين دي بايدك وعوض في بقية الفراكشن عن كل اكس باتنين يبقى انا بحط فوق اتنين بلس واحد وتحت بشيل الاكس واحط مكانها اتنين واشيل الاكس واحط مكانها اتنين يبقى اتنين بلس تلاته يطلع تلاته على عشره بنفس الطريقه عايز احسب السي ها مين يخلي مقامها بزيرو ان انا احط الاكس بماينس تلاته تقوم رايح للخطوه اللي قبلها وتخبي القوس اللي هو اكس بلس تلاته بايدك وتعوض عن كل اكس بماينس تلاته يبقى عندي ماينس تلاته بلس واحد وتحت ماينس تلاته مضروبه في ماينس تلاته ماينس اتنين وصف الكلام ده واحسب قيمه مين ال يبقى انت كده معاك قيم التلات ثوابت ايه وبي وسي بالطريقه المباشره اللي احنا بنسميها الطريقه كده بمجرد النظر كده احنا حسبنا الإيه B والبي والسي يبقى نرجع بقى للانتجريشن نحط قدامنا كده الانتجريشن اه عباره عن ده راس السؤال اهو انت فكيته ال على اكس بلس بي على اكس ماينص 2 بلس C على اكس بلس 3 انا كل اللي عملته شلت ال A وال B وال C وحطيت القيم اللي احنا طلعناها تعالى بقى نفذ الانتجريشن بعد ما كان فراكشن كبير مش عارفه احله بقى عندك تلاتة فراكشنز تلات كسور سهلين اوي نمسك الترم الاول لو طلعت ماينس واحد على ستة ده كونستنت خرجه بره التكامل يتبقى واحد على ستة تكامل واحد, على اكس تكامل واحد على اكس بلين اكس نروح للترم التاني تلاتة على عشرة ده ثابت هخرجه بره التكامل يتبقى واحد على اكس ماينس اتنين برضه بسط مشتقة مقام يبقى الناتج لنا المقام ها الترم التالت هطلع ماينس اتنين على خمستاشر بره التكامل يتبقى واحد على اكس بلس تلاتة بسط مشتقة المقام يبقى لنا المقام ومنساش الكونستانت اوف انتجريشن تمام معظم المسائل لما انت بتحولها من فراكشن كبير لفراكشنز صغيرة عادة بنسبة تسعين في المية بيطلع بسط مشتقة مقام اللي هي بتطلع في الآخر لنا المقام نشوف اكزامبل تاني الإكزامبل ده بيقولك evaluate the following integral، وادالك كده integration لإكس سكوير مقسوم على إكس بلس واحد في إكس ماينس واحد الكل سكوير، هو هنا سهل عليك الدنيا وهو عمل لك فاكتوريزيشن للمقام أصلا، بس برضه لازم تتأكد هل المقام يتحلل لصورة أبسط من كده؟ لأ دي أبسط صورة. النقطة التانية هل درجة اللي فوق أقل من اللي تحت ولا أكبر ولا بتساويها أقل؟ لأن اللي فوق درجة تانية. اللي تحت لما تيجي تضربهم في بعض يطلع درجة تالتة يبقى الشرط ده متحقق معايا يبقى أول حاجة هعمل إيه؟ هاخد الفراكشن اللي جوه التكامل ده أطلعه بره وأحله لوحده أعمل له برشا الفراكشن لوحده وأحسب قيم الثوابت وبعد كده أرجعها فين؟ في التكامل تاني وأبدأ أحل كل انتجريشن لوحده ها أنا أخدت إكس سكوير على المقام كله وبعد كده نبص للمقام شكله إيه؟ أنهي كيس من الأربعة كيسز اللي درسناهم عندي نوعين القوس الأول ده قوس من الدرجة الأولى مختلف لوحده والتاني إكس ماينس واحد الكل باور 2 مش ده كأنها قوس من الدرجة الأولى اتكرر مرتين يبقى أنا عندي قوس من الدرجة الأولى وقوس من الدرجة الأولى اتكرر مرتين يبقى أنت هتفكها لتلاتة فراكشن قوس من الدرجة الأولى اللي هو إكس بلس واحد يبقى أنا أحطه فوقها ثابت اسمه إيه؟ بلس إكس ماينس واحد الكل باور اتنين اللي هي الكيس التانية يقولك لك هتفكها لاتنين فراكشن مرة تحط المقام بأعلى باور اللي هو باور اتنين، ومرة تحط المقام تنقص منه واحد يبقى إكس ماينس واحد باور اتنين، والترم اللي بعده إكس ماينس واحد، وطبعًا بحطه فوق ثابت بي والتانية ثابت اسمه سي أنا قلت إن إحنا ما نقدرش نحسب بالطريقة المباشرة غير الترمات اللي فيها أقواس مختلفة من الدرجة الأولى، يبقى إنت هنا ممكن تحسب الايه بالطريقة المباشرة، ها؟ أو نكمل بقى ونحل الطريقة الجنرال اللي تنفع لكل المسائل، إيه بقى الطريقة الجنرال؟ يقولك إنت كده فكيتها لتلات ترمات، إرجع وحد المقامات مرة تانية، إعمل كومن دينوميريتور مرة تانية، يبقى وحد المقامات آخد فراكشن كبير، بكتب مين تحت، بكتب المقامات اللي فوق مرة تانية اللي هي بتاعة الكسر الأصلي إكس بلس واحد في إكس ماينس واحد لكل سكوير. اللي في البسط ده بقى بيجي إزاي؟ خليك معايا. بمسك المقام كله إكس بلس واحد في إكس ماينس واحد لكل سكوير. اقسمه على اكس بلس واحد يبقى اكس بلس واحد يطير مع اكس بلس واحد والناتج اضربه في الاي يطلع ايه في اكس ماينس واحد سكوير واحط بلس اخد اكس اللي هو المقام كله اكس بلس واحد في اكس ماينس واحد سكوير اقسمه على المقام بتاع البي اللي هو اكس ماينس واحد الكل سكوير يقوم للترم دا الترم ده يطير مع الترم ده يتبقى اكس بلس واحد بس يتضرب في البي بلس ها أخد المقام كله اكس بلس واحد في اكس ماينس واحد سكوير أقسمه على الترم الاخير اللي هو اكس ماينس واحد يقوم اكس ماينس واحد ده تطير والناتج اضربه في السي يبقى سي في اكس بلس واحد في اكس ماينس واحد واقول له ايه بقى مش المقام اللي عندي اللي انا عملت له توحيد مقامات ده المقام بيساوي المقام بتاع المساله الاصليه يبقى البسط بيساوي البسط يبقى اذا اكس سكوير بيساوي البسط الكبير ده اللي هو فيه الاي والبي والسي يبقى انا اقول له الاكس سكوير بيساوي البسط الكبير ده وانت بتكتب البسط الكبير ده بالمرة فك الاقواس دي واضرب فيها الأي A والسي B وال C يبقى انا فكيت X ماينس واحد سكوير وضربت فيها ال A وبعد كده البي دخلتها على الـ X وعلى الواحد والسي دخلتها على حاصل ضرب القوسين دول يعني فكتها البولونوميا يمين وشمال وابدأ اقارن المعاملات في الطرفين انا عندي كام ثابت مجهول ثلاثة يبقى انت بتعمل كومبيرنج للكوفيشنت في الطرفين تلات مرات انا بقارن على حسب عدد المجاهيل مين اعلى باور عندي اكس سكوير يبقى انت بتجيب الكووفيشنت بتاع اكس سكوير والكوفيشنت بتاع اكس الكوفيشنت اوف اكس باور زيرو دي معناها الحد المطلق يبقى انا بقارن تلات مرات كلمه كوفيشنت يعني الرقم اللي مضروب قدامها ما باخدش الاكسات نفسها هات لي معامل اكس سكوير كده في الشمال المعامل اللي هو اللي قدام اكس سكوير ده واحد الطرف اليمين معامل اكس سكوير ايه بلس سي ها هات لي معامل اكس في الطرف الشمال مفيش اكس فانا بحطها زيرو في الطرف اليمين معاملات اكس ماينس اتنين a بلس B اكس باور زيرو اللي هو الحد المطلق في الطرف الشمال مفيش يبقى زيرو في الطرف اليمين الحد المطلق اللي مفيش فيه اكسات A ماينس سي وعندي كمان بلس B بقى عندي تلات معادلات في تلات مجاهيل اللي هما B والبي والسي حلهم بالكالكوليتر او باي طريقه المهم طلع منها قيم الثوابت واحد يقولك بدل ما اقعد احل المعادلات دي، مش انا قلت لك من الاساس خالص ان انت ممكن تحسب الايه بالطريقه المباشره؟ لان هي ده القوس بتاع اللي هو الفراكشن بتاع القوس المختلف من الدرجه الاولى، نقوم نحسب الايه بالطريقه المباشره، تعالى كده نحسبها اطلع فوق خالص ها اللي هو اول سطر بعد كلمه سوليوشن، مين يخلي مقام الايه بزيرو؟ ماينس واحد، تقوم رايح للخطوه اللي قبلها، خبي الاكس بلس واحد من المقام. وعوض عن كل اكس بماينس واحد فوق وتحت يطلع ماينس واحد سكوير بواحد تحت ماينس واحد ماينس واحد بماينس اتنين سكوير يعني ماينس اربعة تمام ماينس واحد ماينس واحد يعني ماينس اتنين سكوير الماينس لما تتربع يبقى بلس يقوم يطلع الايه بكام بواحد على اربعة حسبت الايه تقوم تنزل تحت في المعادلة الاولى حط الايه بواحد على اربعة تطلع السي بتلات أرباع حسبت الـ A C روح لأي معادلة من اللي تحت احسب منها مين؟ الـ B. يبقى يا إما تحل التلات معادلات في تلات مجاهيل أو تروح تحسب الـ A بالطريقة المباشرة يبقى أنت كده خلصت من واحد وتحسب الاتنين التانيين من المعادلات. كده أنا حسبت الـ A والـ B والـ C نحط بقى قيمة الـ A والـ B والـ C مكانها وندخلها جوه علامة التكامل ونبدأ نحل الانتجريشن. أهو ده الانتجريشن بتاعنا ها؟ هحط بقى الـ A والـ B والـ C زي ما هما، وأحط قيمهم اللي أنا حسبتها في السلايد اللي فات، وأبدأ أعمل الإنتجريشن. الترم الأول أخدت الربع ده بره، ده ثابت، يتبقى واحد على إكس بلس واحد بسط مشتقة مقام يبقى لنا المقام، آخر حاجة خالص. نروح للترم التاني، النص ده كونستنت أخدته بره، اتبقى واحد على إكس ماينس واحد الكل سكوير، دي عشان أعمل لها انتجريشن أعمل إيه؟ إكس ماينس واحد الكل سكوير دي كأنها إكس ماينس واحد الكل باور ماينس اتنين. فلما اجي اعمل لها انتجريشن ازود الباور واحد واقسم على الباور الجديد يبقى ماينس واحد اوفر ماينس واحد بلس تلاتة على أربعة ده كونستنت هخرجه بره يتبقى واحد على إكس ماينس واحد بس مش طاقة مقام يعني لين المقام وفي الآخر أحط الكونستنت اوف انتجريشن أنا كتبتلك الخطوات بالتفصيل قوي. إنما أنت ممكن تختصر في الخطوات دي زي ما أنت عايز الإكزامبل اللي بعد كده برضو بيقول لك ايفالويت ذا انتجرال احسب لي الانتجريشن وكتب لك برضو فوق بولينوميال وتحت بولينوميال بس هو الراجل ده عمل لك فاكتورايزيشن للمقام وانا بقول لك لازم اتاكد ان هو متحلل لابسط صوره لو لسه محتاج يتعمل له فاكتورايزيشن اكتر من كده فانا بحلله لابسط من كده الاول اتاكد هل درجه اللي فوق اقل من اللي تحت عشان اقدر اعمل لونج ديفيجن ولا ما اعملش اللي فوق ده درجه تالتة واللي تحت لما تضرب القوسين في بعض يبقى درجه رابعه يبقى اللي فوق اقل من اللي تحت يبقى انا مش هعمل لونج ديفيجن ابدا اعمل ايه بقى هعمل فاكتورايزيشن للمقام لابسط صوره الاكس سكوير ماينس اكس دي لو اخدت منها الاكس عامل مشترك يبقى اكس ماينس واحد الاكس سكوير بلس فور ما تتحللش اكتر من كده دي ابسط صوره ليها ها يبقى انا هحللها كده الاكس في اكس ماينس واحد في اكس سكوير بلس فور دي انهي حاله دي الحاله الاولى مع التالتة. الحالة الأولى أو الكيس الأولى اللي هو المقام يبقى أقواس مختلفة من الدرجة الأولى إكس دي كأنها إكس بلس زيرو مضروبة في إكس ماينس واحد يبقى دول قوسين مختلفين من الدرجة الأولى يبقى ثابت على الأول بلس ثابت على الثاني يبقى إيه على إكس بلس بي على إكس ماينس واحد القوس التاني إكس سكوير بلس فور ده قوس من السكند ديجري درجة تانية يبقى أنا أحطه فوقه فيرست ديجري يبقى أنا بحط سي إكس بلس دي على إكس سكوير بلس فور هعمل إيه بقى؟ برضو أنا هنا ممكن احسب الـ A والـ B بالطريقة المباشرة اللي هي الثوابت بتاعة الأقواس المختلفة من الدرجة الأولى عايز تحسبها مفيش مشكلة مش عايز نشتغل بالطريقة الجنرال بقى إن أنا أرجع أوحد المقامات مرة تانية ها هوحد المقامات هحط مين تحت هحط حاصل ضرب التلات التلات مقامات بتوع البرشل فراكشن اللي هي إكس في إكس ماينس واحد في x سكوير بلس فور البسط ده بقى كله الكبير ده اللي هو فيه الـ A والـ B والـ, C والـ D. أجيبه إزاي؟ قلنا بقسم المقام الكبير ده اكس في اكس ماينس واحد في اكس سكوير بلس فور على المقام بتاع الاي يبقى بقسمه على اكس تقوم الاكس تطير مع الاكس يتبقى حاصل ضرب القوسين يتضربوا في ايه بلس نفس الكلام هعمله بالنسبه للفراكشن التاني والثالث يبقى انا عندي البسط الكبير ده كله لما تيجي تقارن المقام بيساوي المقام الاصلي بتاع المساله يبقى البسط بيساوي البسط يبقى انا هاخد 2 اكس كيوب ماينس أربعة اكس ماينس 8 أسويها بالنومريتور الكبير اللي عندي ده اللي هو a في x ماينس واحد في x سكوير بلس 4 بلس اكس وهكذا. بالمرة كده عشان أبسطها، امسك الطرف اليمين اضرب الأقواس في بعضها ووزع عليها ال a وال b وال c وال d عشان يبقى عندي ترمات كده وبلونوميال صريحة. ونقول بقى عايز أحسب قيم الثوابت a و b و c و عندي كام ثابت مجهول؟ أربعة، يبقى أنا بقارن أربع مرات أربعة كوفيشنت مين أعلى باور؟ اكس باور تلاتة يبقى انا هجيب الكوفيشنت بتاع اكس باور تلاتة في الطرفين واجيب الكوفيشنت بتاع اكس سكوير في الطرفين واجيب الكوفيشنت اوف اكس في الطرفين والحد المطلق في الطرفين زي ما قلنا في الاول انت ممكن تحسب الاي B بالطريقة المباشرة ان انت تقول لي كده عايز احسب الـ A مين يخلي مقامها زيرو ان انا احط الاكس بزيرو وتروح للخطوة اللي قبلها خب الاكس من المقام وعوض عن كل اكس بزيرو يقوم يطلع فوق -8 على -1 في مينس -4 مينس -1 في 4 يديني -4 يبقى -8 على -4 يطلع 2 يبقى الa طلعت بـ 2 على طول عايز احسب الb مين يخلي مقامها بزيرو حط الx ب1 وتروح تخبي x -1 في الخطوه اللي قبلها وتعوض عن كل x بواحد 1 وتقوم تحسب الb عايز تشتغل كده كومبيرنج الكوفيشنت قارن المعاملات اربع مرات وحل المعادلات مع بعض مفيش مشكلة عايز تعمل ميرج ما بين الطريقتين برضو مفيش مشكلة ها نجيب بقى الكوفيشنت اوف اكس كيوب في الطرفين في الطرف الشمال اتنين في الطرف اليمين معاملات اكس كيوب A بلس بي بلس سي وانت ماشي كده بتاخد المعامل اللي قدام الاكس كيوب هات لي بقى معامل اكس سكوير في الطرف الشمال مفيش فانا بحط زيرو في الطرف اليمين ماينس A ماينس سي بلس دي الكوفيشنت أوف إكس في الطرف الشمال ماينس فور، في الطرف اليمين فور أي بلس فور بي ماينس دي الحد المطلق في الطرف الشمال ماينس تمانية، وفي الطرف اليمين ماينس أربعة أي بس. طبعًا لما تمسك المعادلة الأخيرة دي يبقى الأي تطلع بتساوي ماينس تمانية على ماينس أربعة اللي هي اتنين، تاخد الإيه وتعوض بيها في أي واحدة تحسب البي وتحسب السي وتحسب الدي، كده أنا حسبت قيم مين الثوابت. انا شخصيا بحب اشتغل ان انت تعمل ميرج ما بين الطريقتين تشوف لو عندك في المساله اقواس مختلفه من الدرجه الاولى تقوم تحسب الاي والبي بالطريقه المباشره ومن المعادلات اللي تحت تعوض تقوم تحسب منها السي والدي كده اسهل بكتير كده انا حسبت قيم مين الثوابت يقوم يطلع الثابت A ب 2 والبي ب 2 والسي ب 2 والدي ب 4 نقوم نرجع بقى المسألة نقوم نجيب التكامل بقى الأصل اللي أنا مديهولك ونكتبه تاني ونكتب تحته الفراكشن اللي إحنا فكيناه A بي سي دي وتشيل كل ثابت وتحط مكانه القيمة بتاعته ونبدأ نعمل انتجريشن اتنين على إكس دي بسيطة قوي الاتنين ده ثابت يطلع بره بسط مشتقة مقام بلين المقام يبقى لين إكس البي حط مكانها ماينس اتنين يبقى ماينس اتنين على إكس ماينس واحد برضه دي سهلة ماينس اتنين تطلع برة يتبقى واحد على اكس ماينس واحد بسط مشتقة مقام لين المقام يبقى لين اكس ماينس واحد الترم الأخير بقى اللي فيه شغل اتنين اكس بلس فور على اكس سكوير بلس فور دي عشان أعمل لها انتجريشن هتوزع البسط على المقام هتاخد اتنين اكس على المقام كله وتاخد بلس فور على المقام كله يبقى أنا فكتها لترمين الترم الأول بسط مشتقة مقام صريحة أهي إن مشتقة الإكس سكوير بتو إكس بسط مشتقة مقام يبقى لين المقام لين اكس سكوير بلس فور بلس الفور ده كونستانت هطلعه بره واحنا حافظين اللي انا كاتبهالك بالاحمر في الجنب دي ان تكامل واحد على x سكوير بلس a إيه سكوير يطلع تان ماينس 1 اكس على ايه وتقسم بره على ايه فانت قرتها كده واحد على اكس سكوير بلس الاربعة دي كأنها اتنين سكوير يبقى التكامل ده يديلك واحد على اتنين تان ماينس 1 اكس على اتنين بلس الكونستانت اوف انتجريشن تمام كده الاكزامبل اللي بعده هنا بقى بيقولك لك ايفالويت ذا انتجرال وادالك فراكشن في بولينوميال فوق وبولينوميال تحت بس لو اخدت بالك الديجري اوف النومريتور اكبر من الديجري اوف الدينومينيتور درجة البسط أعلى من درجة المقام يبقى لازم الأول أعمل لونج ديفيجن إيه بقى اللونج ديفيجن سهلة أوي أوي بعملها إزاي؟ تعمل علامه القسمة اللي انا عاملاها لك دي وتكتب جواها البسط اللي هو اكس سكوير بلس 3 وتكتب براها كده اكس كيوب ماينس اكس اللي هو المقام واعمل ايه بمسك اول رقم اقسمه على اول رقم اللي انا معلمه لك عليهم في دوائر زرق يبقى انا باخد اكس باور 5 اقسمه على اكس باور 3 في حاله القسمه بتطرح الباورز 5 ماينس 3 يديلك 2 يطلع ناتج اكس باور 2 بطلع اكتب الاكس باور 2 فوق اللي هي في الكوشنت اللي هو ناتج القسمه فوق وارجع اخد الاكس سكوير دي اضربها ها السهم رايح فين اضربها في اكس كيوب ماينس اكس يقوم يديلك اكس باور خمسة ماينس اكس اكس باور تلاتة وتغير اشارات الحد اللي تحت غير اشارات الحد اللي تحت وبعدين تقوم ايه تجمع اللي فوق مع اللي تحت اكس باور خمسة تروح مع ماينس اكس باور خمسة يتبقى فوق تلاتة تنزل زي ما هي بلس تلاتة وتحت اكس باور تلاتة دي احنا مغيرين اشارتها لبلس يبقى تنزل اكس باور ثري وقدامها اشاره بلس وارجع اخد اقسم اول ترم على اول ترم اكس باور ثري على اكس باور ثري يدينا واحد اضرب الواحد في الـ في الـ في اكس كيوب ماينس اكس يقوم يدي لك ايه اكس كيوب ماينس اكس وغير اشارات الحد اللي تحت ها البلس يبقى ماينس والماينس يبقى بلس واجمع اكس كيوب تروح مع ماينس اكس كيوب يتبقى عندي فوق بلس تلاتة وتحت بلس اكس يبقى انا بنزلهم زي ما هما كده اكس بلس تلاتة انا بحط طبعا اعلى باور الاول وابدا انزل تيجي تجرب تقسم تاني تلاقي خلاص بقى عندك هنا اكس باور واحد ما تنفعش تتقسم على اكس باور تلاتة يبقى انا بوقف امتى لما يكون الريميندر اللي باقي تحت ده الاكس بتاعته الباور بتاعها اقل من المقام اللي انا كاتباه لك فوق بالاحمر ده اسمه الكوشنت او ناتج القسمه واللي باقي تحت اسمه باقي القسمه او الريميندر يبقى الكسر او الفراكشن بتاعك بتكتب ازاي بتكتب الكوشنت بلس الريميندر على الدينومينيتور اللي هو على المقام الكوشنت يبقى انا بحط اكس سكوير بلس واحد بلس الريميندر اكس بلس ثري على هقسمه على المقام اللي هو اكس كيوب ماينس اكس طبعا اول ترمين اللي هما اكس سكوير بلس واحد دول يتعمل لهم انتجريشن ما فيش فيهم مشكله المشكله عندك بقى الفراكشن الجديد اللي ظهر ده ده اللي هتاخده في جنب لوحده تعمل له بارشال فراكشن وترجع تدخله جوه التكامل وتحل كل ترم لوحده ها هعمل ايه بقى هاخد الفراكشن اللي هو ظهر معايا ده احله برشا فراكشن لوحده حليته اهو هنعمل الاول فاكتوريزيشن للمقام لابسط صوره يطلع هاخد اكس عامل مشترك يتبقى اكس سكوير ماينس واحد اكس سكوير ماينس واحد ده فرق بين مربعين يرجع يتحلل لاكس ماينس واحد في اكس بلس واحد بقى المقام شكله ايه؟ بقت اقواس ديفرنت ها مختلفة فروم فيرست ديجري من الدرجة الأولى اللي كيس واحد يبقى أنا هفرضها كونستانت على الأول بلس كونستانت على التاني بلس كونستانت على التالت بقى عندي A و وسي سوابت. ثوابت وأنا هنا شغالة إيه؟ شغالة أقواس مختلفة من الدرجة الأولى يبقى أنا هحسب ال A وال B والـ C بالطريقة المباشرة اللي هي عشان أحسب الايه. مين يخلي مقامها بزيرو إن أنا أحط الاكس بزيرو يبقى أروح للخطوة اللي قبلها خبي الإكس في المقام وعوّض عن كل إكس بزيرو يطلع الإي بماينس ثلاثة طب عشان أحسب البي مين يخلي مقامها بزيرو إن أنا أحط الإكس بواحد روح للخطوة اللي قبلها، وخبي إكس ماينس واحد من المقام وعوّض في الفراكشن كله عن كل إكس بواحد تطلع البي باتنين، نفس الكلام هعمله للسين وبعد كده أقوم راجعة حاطة التكامل تاني زي ما هو وجواه التلاتة فراكشن وحاطة قيمة الإي والبي والسين وابدا احل كل ترم لوحده طبعا اكس سكوير دي تكاملها اكس كيوب على 3 الواحد تكامله اكس ماينس 3 ده ثابت هخرجه بره يتبقى واحد على اكس تكاملها لين اكس الاثنين دي هنزلها يتبقى واحد على اكس ماينس واحد تكاملها لين اكس ماينس واحد بعد كده واحد على اكس بلس واحد تكاملها لين اكس بلس واحد تمام يبقى انا بعمل لونج ديفيجن لو لقيت درجه البسط اكبر من درجه المقام او بتساويها بعد كده بيظهر عندي فراكشن جديد جوه التكامل باخده اعمل له برشل فراكشن وارجع ارجعه جوه المسأله واعمل انتجريشن للترمات كلها على بعضها. المسائل بتبقى طويله شويه بس بسيطه، مسائل طويله بس خطواتها سهله، و... ويا ريت ما نلخبطش واحده واحده كده بالراحه ونحل المسائل كلها بإيدينا. الاكزامبل اللي بعد كده ايفالويت ذا فولوينج انتجرال. وادالك انتجريشن واضح جدا اللي فوق من الدرجة السادسة واللي تحت من الدرجة الرابعة 6 ديجري و 4 ديجري يبقى اللي فوق أعلى من اللي تحت يبقى أنا بعمل الأول لونج ديفيجن زي ما عملت في الإكزامبل اللي فات هاخد كده علامة القسمة وأحط جوه اللي هو البسط وأحط براها المقام وأقسم أول واحد على أول واحد أول ترم على أول ترم إكس باور ستة على إكس باور أربعة يديني إكس باور اتنين ها آخد إكس باور اتنين أضربها تاني في إكس باور فور بلس تسعة إكس سكوير يطلع اللي أنا كاتباه بالأحمر أهو إكس باور ستة بلس تسعة إكس باور فور وأغير الإشارات البلس يبقى ماينس والماينس يبقى بلس وأجمع اللي فوق مع اللي تحت. إكس باور ستة تروح مع ماينس إكس باور ستة يتبقى باخد بالترتيب بقى بأعلى باور، ماينس تسعة إكس باور فور بنزلها وبنزل ماينس إكس كيوب من فوق وبنزل بلس واحد من فوق. وارجع اخد اول ترم اقسمه على اول ترم ماينس تسعة اكس باور فور اقسمها على اكس باور فور يديني ماينس تسعة اكتبها في الكوشنت فوق واخد ماينس تسعة ارجع اضربها تاني في اكس باور فور بلس تسعة اكس سكوير هم. يطلع ماينس تسعة اكس باور فور ماينس واحد وتمانين اكس سكوير اغير اشارات اللي تحت اللي هو باللون الاحمر ده المينس يبقى بلس واجمع تقوم تسعة اكس باور فور تروح مع تسعة اكس باور فور اللي تحت وبعدين وبعدين انزل الباقي بقى بالترتيب ماينس اكس كيوب تنزل بلس واحد وتمانين اكس سكوير تنزل والبلس واحد تنزل تيجي بقى تشوف اكس باور تلاتة بقت اقل من اكس باور فور يبقى انا بوقف اللي تحت ده اسمه الريميندر واللي فوق اللي بالاحمر ده اسمه الكوشنت وزي ما احنا قلنا الانتجريشن بيتكتب كده انتجريشن الكوشنت بلس الريميندر على نمريتور الكوشنت اكس سكوير ماينس تسعه الرميندر اللي هو ماينس اكس كيوب واحد وتمانين اكس سكوير واحد على الدينومينيتور بتاع المسألة الأصلية وآخد الفراكشن اللي ظهر قدامي ده أعمله إيه؟ أعمله له بارشال فراكشن تعالى نعمل له بارشال فراكشن أهو هاخده كده لوحده بره وأعمل له بارشال فراكشن المقام هعمله له لأبسط صورة حلله هاخد اكس سكوير عامل مشترك يتبقى اكس سكوير بلاس تسعة اكس سكوير تسعة دي ما عادتش تتحلل خلاص ده أبسط صورة ده انهي كيس بقى من الكيسز اللي خدناها بتاعت البرش الفراكشن اكس سكوير دي مش كانها اكس بلس زيرو الكل سكوير يعني قوس من الدرجه الاولى ريبيتد مرتين يبقى لما تيجي تفرضه بفرضه كده ثابت على القوس باعلى درجه بلس ثابت على القوس ونقص من الدرجه واحد يبقى ثابت على اكس سكوير بلس ثابت على اكس التاني إكس سكوير بلس تسعة ده من الدرجة التانية يبقى أنا بفرض اللي فوقه من الدرجة الأولى يبقى سي إكس بلس دي على إكس سكوير بلس تسعة وأرجع أوحد المقامات مش هنقعد بقى نشرح توحيد المقام التاني أوحد المقامات وأقوله بما إن المقام ده بيساوي المقام ده يبقى البسط بيساوي البسط وأخد البسط الكبير اللي فيه الأي والبي والسي والدي أسويه بالبسط اللي فوق اللي هو ماينس إكس كيوب بلس واحد وتمانين إكس سكوير بلس واحد يبقى عندي بلونوميا في الطرف الشمال وبلونوميا في الطرف اليمين خد ال A وزعها على البراكت وال B وزعها على البراكت و C X بلس D وزعها على X سكوير وفكها ونبدأ نقارن المعاملات في الطرفين هتقارن مين؟ ها هقارن كم مرة؟ أنا عندي أربع ثوابت مجهولة ال A وال B وال C وال D يبقى أنا هقارن أربع مرات هجيب الكوفيشنت بتاع X كيوب وبعد كده معاملات X سكوير ومعاملات X و X باور زيرو زي ما قلنا ده الحد المطلق في الطرفين بقى معامل اكس كيوب في الطرف الشمال ماينس واحد في الطرف اليمين بي بلس سي معامل اكس سكوير في الطرف الشمال واحد وتمانين في الطرف اليمين اي بلس دي معاملة اكس في الطرف الشمال ما فيش يبقى زيرو في الطرف اليمين تسعة بي من هنا زيرو ايكوال تسعة بي يبقى البي بكام زيرو على تسعة اللي هي زيرو الحد المطلق في الطرف الشمال واحد وفي الطرف اليمين تسعة اي يبقى من المعادلة الاخيرة الاي بتساوي كام واحد على تسعة كده انا عندي الاي والبي معلومه تطلع للمعادله اللي فوق خالص اول واحده بي بلس سي والناحيه التانية ماينس واحد عندك البي بزيرو تطلع السي بماينس واحد يبقى انا كده حسبت تلات ثوابت ها ننزل للمعادله الثانيه انت عندك الاي بواحد على تسعه يبقى واحد وتمانين بتساوي واحد على تسعه بلس دي احسب منها قيمه مين الدي بقى كده انا معايا الاربع ثوابت دخلهم بقى جوه المساله ونبدا نحل كل ترم لوحده اهو دي المساله بتاعتك اهو الانتجريشن فكتها الفراكشن ده للفراكشنز اللي قدامك ثابت على اكس سكوير شلت الثابت حطيت مكانه 1 على 9 بعد كده بلس بي على اكس البي طلعت ب0 يبقى 0 على اكس بعد كده سي اكس بلس دي حطيت السي ب -1 وحطيت الدي ب 80.88 تمانية تمانية وابدا احل كل ترم لوحده طبعا تكامل الاكس سكوير اللي هو الترم الاول اكس كيوب على 3 دي خلصت ماينص 9 تكاملها ب -9 اكس دي خلصت واحد على تسعة ده ثابت هخرجه يتبقى واحد على اكس سكوير اكس سكوير في المقام دي اللي هي كانها اكس باور ماينس اتنين يبقى زود الباور واحد واقسم على الباور الجديد يبقى اكس باور ماينس واحد على ماينس واحد انا زي ما قلت لك عامله الخطوات بالتفصيل عايز تختصر في خطوه او اتنين براحتك الترم اللي بعده عندي ماينس اكس بلس تمانين بوينت تمانية تمانية مقسومة على المقام ده انا لسه قايلة الفكرة دي في المسألة اللي قبل اللي فاتت فانت بتوزع البسط على المقام هاخد ماينس اكس على المقام كله بلس تمانين وتمانية من عشرة على المقام كله يبقى انا فكيت الترم الاخير ده لترمين الترم الاولاني ها لو ضربت في اتنين وقسمت على اتنين اللي انا عاملاهملك بالاحمر ده يبقى بسط مشتقة المقام يبقى الناتج بين المقام الترم الثاني هاخد تمانين بوينت تمانية تمانية ده ثابت يتبقى واحد على اكس سكوير بلس تسعة تسعة دي اللي هي تلاتة سكوير اللي احنا لسه قايلين من شوية ده تكاملها تان ماينس وان اكس على ايه واضرب بره في واحد على ايه والإيه هنا بكام ب 3 وما ننساش في الاخر نحط الكونستانت اوف انتجريشن معلش هي مساله البرش فراكشن بتبقى طويله خاصه لو فيها لونج ديفيجن بس مهمه جدا 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 كده احنا خلصنا درس البرش فراكشن رجاء كل المسائل اللي حليناها تتحل بايدينا مره تانية. وكده يبقى احنا قفلنا الميثودز اوف انتجريشن كلها المحاضره الجايه ان شاء الله نبدا في الابلكيشن وشكرا جزيلا